النهارده بقى يا ولاد هنتعرف على الستيتس اوف ماتر. اول حاجه في الستيتس اوف ماتر كنا عارفين ان هما 3 ستيتس اوف ماتر، وعرفنا ان هما كان اسمهم سوليد، واحده ثانيه اسمها ليكويد، والثانيه اسمها جاز. النهارده يا ميس هنشتغل على السوليد ستيت. تعالي يا ميس كده فهميني بالراحه يعني ايه سوليد ستيت. قال لي السوليد ستيت يعني الماده الصلبه، زي مين؟ زي الود، ايه كمان؟ زي الايس، ايه كمان؟ بلاستيك، ايه تاني يا ميس؟ زي الايرن. طيب هل في مواصفات للسوليد ستيت؟ قال لي طبعا في مواصفات للسوليد ستيت. طيب الماده الصلبه دي يا جماعه زي الود اهو، لو انا خدت الود حطيتها هنا شكلها اتغير؟ لا. حجمها اتغير؟ لا. طب جيت حطيتها في الكوبايه قدامي كده شكلها اتغير؟ لا. حجمها اتغير؟ برضو لا. برضو مش فاهم قصدك يا ميس. طيب حطيت البلاستيك او الخشبه دي في اناء تاني كده، هل شكلها اتغير؟ برضو لا يا ميس. هل حجمها اتغير؟ لا. حضرتك قصدك ايه من الكلام ده؟ قصدي ان كلمه سوليد ستيت يعني الماده الصلبه اهي سوليد ستيت هاز ديفينيت شيب، يعني شكلها ثابت. ديفينيت شيب يعني شكلها ثابت، وايه كمان؟ وديفينيت فوليوم. يبقى ديفينيت شيب وديفينيت ايه؟ فوليوم، عندها شكل ثابت وعندها حجم ثابت. تاني يا ميس بالراحه عشان مش قادر افهم حضرتك عايزه ايه. السوليد ستيت يعني الماده الصلبه زي الحديد اهي اير. مالها يا ميس؟ لو حطيتها على الكتاب بتاعي هي الحديد، هل شكلها اتغير؟ لا. هل حجمها اتغير؟ برضو لا. يبقى الفوليوم بتاعها ثابت والشيب بتاعها ثابت. طب نزلتها على التيبل، هل الفوليوم بتاعها اتغير؟ لا. حطيتها تاني على التيبل، هل شكلها اتغير؟ برضو لا يا ميس. يبقى هي عندها ديفينيت شيب وديفينيت فوليوم. تاني نقولها بالراحه، يبقى السوليد ستيت الماده الصلبه هاز ها ديفينيت شيب يعني شكل ثابت. ديفينيت شيب يعني ايه؟ شكل ثابت. وايه كمان يا ميس؟ وديفينيت فوليوم، وحجم كمان ثابت، يعني لا شكلها بيتغير ولا حجمها بيتغير لما بنقلها من مكان لمكان. تاني الحته دي، يبقى السوليد ستيت عندها ديفينيت شيب وديفينيت ايه؟ فوليوم، يعني شكلها ثابت وحجمها ثابت، يعني الحجم والشكل ما بيتغيروش لما بنقلهم من مكان لمكان. طب بالراحه يا ميس دي تيجي في الامتحان ازاي؟ كومبليت سوليد ستيت هاز دوتس ديفينيت دوتس اند ديفينيت دوتس. يبقى هي عندها ديفينيت ايه يا ولاد؟ ديفينيت شيب، وايه كمان؟ وديفينيت فوليوم. يبقى انا جاوبت الكومبليت بتاعي تمام. تاني نقولها كمان مره، كومبليت سوليد ستيت يبقى الماده الصلبه هاز عندها ديفينيت ايه؟ ديفينيت شيب، ديفينيت فوليوم. عندها ايه؟ ديفينيت شيب، ديفينيت فوليوم، ديفينيت شيب، ديفينيت فوليوم. يبقى السوليد ستيت هاز ديفينيت شيب، ديفينيت فوليوم. حد مش فاهم الجزء ده؟ طب يا ميس بالراحه فهميني اوضح شويه. يعني مثلا لو انا عندي بنسل بالشكل ده حطيته على التشير من فوق، هل شكل البن اتغير او البنسل اتغير؟ يبقى الشيب بتاعته ما اتغيرتش. طيب هل الفوليوم بتاعه اتغير؟ لا برده ما اتغيرش. طيب جبت القلم تاني البنسل ونزلته من على التيبل او من على التشير حطيته تحت، هل شكله اتغير؟ لا، الشيب بتاعه زي ما هو. هل الفوليوم اتغير؟ برضه لا يا ميس. يبقى الشكل ما اتغيرش والفوليوم ما اتغيرش، يبقى اسمها ايه؟ ديفينيت شيب، ديفينيت فوليوم، ديفينيت شيب، ديفينيت فوليوم. ها كمان مره، يبقى انا عندي ديفينيت شيب وعندي ديفينيت ايه؟ فوليوم. اوكي يا ميس. تيجي في الامتحان برضه ازاي؟ رايت زي scientific term. ايه ده يا ميس؟ ده السؤال الاولاني خالص اللي خدناه. رايت scientific term يعني اكتب المفهوم العلمي. يجي في الامتحان يقول لي substance يعني ماده.
has definite shape and definite volume. يعني عندها definite shape و definite volume. أنا عرفتها يا ميس. يبقى دي مين؟ solid state. صعبة؟ لا سهلة. يلا تاني. هقولها تاني كمان مرة. يبقى solid state المادة الصلبة عندها ايه يا اولاد؟ definite shape, definite volume, definite shape ها وdefinite ايه؟ volume. طب ميس فاكرة السؤال بتاع give reason؟ طبعا فاكرة give reason. wood يعني الخشب is بص بقى اللي جاية دي solid state. الله يبقى ليه الwood solid state يا ميس؟ يعني ليه الخشب مادة صلبة؟ سهلة خالص. دايما بجاوب بالسؤال بتاع جيف ريزون بكلمة ايه؟ because. يبقى هقوله because it has ها. يبقى هعرف السوليد عندها definite shape ها definite shape ايه كمان؟ definite volume. definite shape و definite ايه؟ volume. تهيألي كده يبقى احنا شرحنا كلمة السوليد ستيت وأكدنا عليها بكل الأسئلة. هنعمل تاني السوليد كمان مرة ونبقى كده خلصنا السوليد ستيت كلها. تاني يبقى السوليد ستيت يا ولاد زي مين؟ اليميز زي الود ها. ايه كمان؟ زي الايس. زي ايه تاني؟ زي الاير. مالها السوليد ستيت يا ميس؟ لو نقلتها من مكان لمكان يفضل الفوليوم بتاعها ثابت والشيب بتاعها ثابت. طب ترجمي كده يا ميس. يبقى هنقوله ان السوليد ستيت عندها هاز ها definite shape. definite shape يعني شكل ثابت. وايه كمان؟ وdefinite volume. definite shape وdefinite ايه؟ volume. يعني شكلها ثابت وحجمها ايه؟ ثابت. يعني ما بيتغيرش حتى لو غيرت المكان بتاعها. طب ميس الجيف ريزون بتاعها كان سهل خالص. جيف ريزون ها كمان مرة. ليه يا ميس الايس is solid state؟ ليه الايس solid state؟ سهلة قوي. يبقى هقول له because ها هو ايس solid state. ليه؟ لسببين. عشان هو عنده because it has ها volume and what and mass. لا ميس حضرتك كده جاوبتي كلمة. لا ما جاوبناش صح كده نتلخبط. اشطب الحتة الأخيرة دي اخر جزئية.